عالم ده الحلو هي مجرد حلم حياة. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حلم حياة. حلقة النهاردة هنتكلم فيها عن مصدر من مصادر الاقتصاد المهم جدا، هنتكلم عن الزراعة. طبعا الزراعة من الأعمدة الأساسية، لو اهتمينا بالزراعة في حاجات كتير جدا هتتغير. فالنهاردة هنتكلم عن الزراعة وتحديدا شركات توريد المحاصيل الزراعية. ايه هي شركات توريد المحاصيل الزراعية ودورها ايه واهميتها ايه؟ وتحديدا هنتكلم عن شركة توب فريش. ومنورني ومشرفني في حلقة النهاردة ضيفي الغالي مؤسس شركة توب فريش الاستاذ مصطفى عبد. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. حضرتك صح، شرفت ونورت برنامج حلم حياة. شرف لي حضرتك، ربنا يحفظك. في البداية عايز اعرف من حضرتك، يعني ليه اخترت يعني توريد المحاصيل الزراعية تحديدا، والبداية جت ازاي؟ حق انا بدات في بشتغل في سوبر ماركت سيلز في قسم الخضار والفاكهه. شفت الشركات، طبعا في خضار وفواكه اورجانيك وعاديه، بيبقى في تفاوت في الاسعار ما بينهم، مع اني مش فرق جوده كبير. فكنت بشتغل بستلم من الشركات اللي هي بتاعه التوريد، ففي منها كان شغال عشوائي وفي منها شغال بدراسه. فمن هنا بدأت الفكرة بقى ان انا عايز اطور من نفسي واطلع من مجال ان انا سيلز، اشتغل افتح شركة واشتغل. يعني نقدر نقول انك انت بدأت من تحت خالص، تمام، شفت المهنة من اولها وخدت سر الصنعة وبعدين قمت فاتح الشركة. بالظبط كده، بالظبط. ما فتحتش على طول، الاول رحت اشتغلت مع شركة من التوريدات، مسكت فيها المشتريات والمبيعات، قعدت فيها سنة. هي الشركة للأسف قفلت مش في السوق، بس ده برضو بسبب حاجات أنا لما جيت أفتح شركتي اتعلمت منها وتفادتها. فمن فضل ربنا فتحت الأول مع سوبر ماركت أسامي صغيرة، فرع واحد وفرعين، الكلام ده في 2020-21. دلوقتي احنا من فضل ربنا داخلين 24. أنا شركتي تعتبر في الصف الأول من فضل ربنا. جميل، يعني حضرتك بقالك 4 سنين فاتح الشركة تقريبا. ثلاثة، 4 سنين أو 3. طيب اشتغلت بقى قد ايه تكتسب خبرة كتسويق زي ما حضرتك قلت لحد ما فتحت الشركة؟ لا كتير، ده المجال ده مجالي من صغري يعني. بس تسويق بقى اللي هو ازاي اورد، ده اشتغلت بالظبط سنة في شركة التوريدات اللي انا اشتغلت فيها. بعدين اخدت قرار ان انا افتح شركة. تمام، اصلا دلوقتي ممكن اي حد يشتغل في اي مكان يقول لك لا انا كده ممكن اروح افتح شركه. فانت بتقول اكتسب الخبره الاول. بالظبط، اكتسب الخبره زي ما بيقولوا، واعرف المخاطر قبل المميزات. بالظبط، علشان تتفاداها لما تيجي تفتح شركه. بالظبط، تمام تمام. ده اللي حصل مع الشركه اللي كنت شغال فيها. يعني هي شركه ليها اسم وكبيره، بس كان في سوء تخطيط فما كملتش في السوق وقفلت. تمام، فانا بدات صغير. رحت الحمد لله الحته، انا كان طموحي اروحها في 2026، فالحمد لله يعني بتوفيق ربنا احنا فيها دلوقتي. يعني انت اساسا كنت شايف ان الخطوه ديت لسه بدري عليها، ولكن بالاجتهاد وبالعمل وصلت للخطوه ديت بدري عن ان انت ما كنت ايه متوقع. تمام، الحمد لله. طيب انت قلت لي في الاسواق وفي السوبر ماركت انواع خضار يعتبر الجوده مشابهه ولكن السعر غالي، عايز اعرف منك
ليه السعر بيبقى غالي مع ان الجودة واحدة؟ لا هو مش في السوق عامة، هو بص هو الزراعة الأورجانيك مش بتبقى أورجانيك 100%، بتبقى بس نسبة مبيدات مسموح بيها لا تتخطى 10%، في التاني بتبقى 30% عشان تقتل الآفات الزراعية والكلام ده. فالأورجانيك ديت بتتسوق تتزرع بقى بالتنقيط والكلام دوت، وفي الآخر مثلا احنا هنتكلم على السوبر ماركت لأن احنا شغالين سوبر ماركت ومستشفيات. ايه الفرق بينها بين الأورجانيك وبين العادية؟ الأورجانيك زي ما قلت لحضرتك نسبة الكيماوي فيها اقل، انما هو مش زيرو كيماوي. انا كمستهلك، انت كمستهلك تشتريها ازاي؟ هاخد الحاجه دي والحاجه دي اشتريتها هحس بفرق ايه؟ انا ماليش دعوه بالكيماوي. انا بقول لحضرتك الفرق بقى ان مثلا لو الناس اللي هي كبار السن اللي هم ضعاف المناعه والاطفال اللي لسه بيتكون مناعه بنديهم اورجانيك، يعني دورها صحي، دورها صحي اكتر. انما مش بتختلف في الطعم او حاجه؟ لا هي في الطعم تبقى فيها النكهه بتاعت الخضار الاصليه يعني، والفاكهه بقى لها ريحه اكتر، طعم احلى يعني الطعم قريب من بعضه بس بتحسه يعني ما في الخضار او الفاكهه عامه بتحس طعم الحاجه اللي هي الزراعه بتاعت زمان. تمام، يعني احنا نقدر نقول ان الاورجانيك افضل بكتير من العاديه، مش فرق طفيف. هي لا مش هو الفرق مش كبير قوي، انا بقول لحضرتك الفرق بس ان هو مع الناس الكبيره في السن والاطفال بنفضل نديهم اورجانيك. تمام. فاحنا شغالين بفضل ربنا شغالين احنا عادي، انما الاورجانيك هنبدا نشتغل فيه ان شاء الله من 2024. تمام. يعني الشركه داخله في حته الاورجانيك دي من 2024. تمام. وكمان عندنا الزراعه بالتنقيط هنبدا ننزل المحاصيل دي. هنتكلم في الموضوع ده بالتفصيل، ولكن عايز برضو افهم من حضرتك، في ناس كتير ما تعرفش يعني ايه توريد محاصيل زراعيه، عايز اعرف منك مفهوم توريد المحاصيل الزراعيه ودور شركات توريد المحاصيل الزراعيه. تمام. هقول لحضرتك توريد المحاصيل الزراعيه اللي هو مثلا هنتكلم على سوبر ماركت مثلا والمستشفيات. الناس دي بيبقوا عايزين يعرضوا للعميل المنتجات اللي حضرتك بتنزل تشتريها من السوبر ماركت والكلام دوت، فهو السوبر ماركت نفسه عايز حد رقيب ما بين التاجر وهو للعميل. فده بيجي دور بقى ايه توريد الشركات بتاعت توريد المحاصيل الزراعيه، يعني زي وسيط كده، وسيط بالظبط ما بين التاجر وما بين العميل، يقدر يسيطر معاه على الاسعار. زي ما حضرتك بتشوف المجلات بتاعت السوبر ماركت بيبقى واخد مثلا اسعار بتاعت منتجات بتقعد معاه 25 يوم مده المجله بسعر احنا مثبتينه، هو ما يقدرش يعمل ده مع التاجر، لما يقدر يعمله مع شركات التوريد اللي هو ياخد منه اصناف باسعار حتى لو حصل تغيرات فيها الاسعار ثابته للعميل. ودي بتقوي الشركه وبتثبت صحه كلام السوبر ماركت او مصداقيته مع العميل. يعني احنا نقدر نقول شركات توريد المحاصيل الزراعيه بتحمي التاجر الصغير من التاجر الكبير. بالظبط كده. يعني التاجر الصغير انت هتجيلك الحاجه بسعر مناسب علشان تعرف تبيعها للمستهلك بسعر كويس. بالزبط. وما يبقاش في ايه مشاكل تلعب في الاسعار. ده هيجي يعني هقول لحضرتك عليه يعني في اللي حاصل دلوقتي في السوق، يعني حضرتك اكيد على درايه هنتكلم طبعا في الغلاء والتلاعب والحاجات دي بشكل تفصيلي. بالزبط. ولكن انا حابب اتكلم شويه عن شركات توريد المحاصيل الزراعيه وشركه توب فريش. تمام. دلوقتي احنا قلنا بتحمي التاجر الصغير. بالظبط. طب سؤال، اتفضل، شركات توريد المحاصيل الزراعيه بتجيب الخضروات والفواكه منين؟ مش بتجيبها من تاجر ولا بتجيبها من المزارع نفسه؟ لا كذا حاجه بقى يعني. احنا عندنا من فضل ربنا في ثلاث سلع احنا داخلين في زراعتهم فعليا. يعني احنا اللي بنزرع واحنا اللي بنورد. جميل. وفي جميل ان الشركه تكون بتزرع. بالظبط. احنا يعني خلاص بدانا ان شاء الله يعني احنا بنشارك فلاحين او مزارعين في الاراضي بتاعتهم، بنديهم نشتري معاهم البذور ونبدا معاهم هم يزرعوا، وفي الاخر احنا اللي بنسوق الانتاج. تمام. فده بيبقى انت المنتج واللي بتبيع، فده بيروح للمواطن بشكل افضل بقى بسعر حنين وجوده احسن، لان انت دايما عايز تحافظ على جودتك. يعني كشركه بتورد انت خايف على اسمك، فالعملاء بتوعك سواء سوبر ماركت او مستشفيات او مطاعم انت اول حاجه فرقه معاك اسمك، لان انت لو وردت حاجه مش كويسه هيبدا يشوف شركه غيرك هتبدا سمعة طبعا. تخسر من سمعتك. فانت ازاي تبقى محقق اسم كويس، منتجات كويسه بسعر منافس.
وده اللي احنا بنشتغل عليه في الفترة دي. احنا دلوقتي عرفنا دور شركات توريد المحاصيل الزراعية انها بالبلدي كده زي ما قلنا بتحمي بتحمل التاجر الصغير من التاجر الكبير بالزبط. علشان الحاجة توصل للمستهلك بسعر ايه رخيص. تمام. وعرفنا من ضمن مميزات شركة توب فريش ان هي بتزرع حاجات بنفسها علشان خاطر تقدر تنافس بقوة ويبقى السعر مخفض. عايز اعرف ايه المميزات التانية اللي بتميز شركة توب فريش عن شركة اي شركة توريد محاصيل تانية؟ والله اللي انا شايفه يعني التزام، يعني فعلا هتكبر بالتزامك، يعني ما باخدش خطوة، يعني اللي بيميز شركات عن شركات تانية باخدش خطوة انا مش قد تحقيقها او مش قد تفاصيلها، فده اللي حاصل مني، فده اللي بيميزني عن شركات تانية. يعني انا معايا كده موقف من سنة، كان في شركة داخلة بمجلة في سوبر ماركت مشهور، انا طبعا مش هقول اسامي عشان دعاية، وجت في النص راحت ما كملتش، فجيت انا كملت بدلها، يعني كملت بدلها وشلت خسارة رقم كبير. فمن هنا بقى الالتزام، بدأت اعمل معاهم مجلات، فبتفق على المجلة من اولها لاخرها فمن فضل ربنا. يعني مش فاهم حتة المجلة دي قوي. بص حضرتك، المجلات السوبر ماركت بيعملها كدعاية ليه، بتبقى مثلا في الشهر بيعملها مرة، يعني في ناس بتعملها 10 ايام، في 15، اعلى حد بيعملها 25 يوم. 25 يوم ده بيكلمني انا بما اني مورد، بيقول لي والله انا بورد بفضل ربنا جميع انواع الفاكهة والخضار. يعني زي مجلات بيوزعها دعاية على المستهلك. آه. اللي هو انا دلوقتي طبعت ورق معين زي كروت كده بحط فيها المنتجات اللي انا هبيعها بعروض وباسعار مخفضه للمده الزمنيه من يوم لكذا، او حتى نفاذ الكميه. حتى نفاذ الكميه دي في ناس كتير بتلعب على ان هو لو السعر غلي ما نجيبوش. لا، من فضل ربنا طول فريش، حتى لو السعر غلي الكميات متاحه للعميل في اي وقت. يعني الالتزام اهم يعني مميزات شركه توب فريش، علشان انت دلوقتي خليت السوبر ماركت عمل دعايه قويه جدا وعمل عروض، هو ما عندوش الحاجه اساسا، هو عمل عروض على اساس انه هيستلم الشغل من حضرتك مثلا بعد اسبوع بعد شهر، فهو عمل على ده. تمام. فانت لو ما التزمتش فانت دمرت السوبر ماركت بالظبط كده. بالظبط، دمرت سمعته مع العميل. حتى زي ما قلنا بيكتب هو في الاخر الفترة الزمنية من كذا، او حتى يعني اللي هو المنتج انتهى. ففي كذا سوبر ماركت يعني بيعمل كده، اللي هو لو الحاجة غليت مش هيستفيد منها فما بيجيبهاش، فالعميل بيخش بيقول له الكمية نافذة. طب هو انا باجي لك طول اليوم الكمية نافذة، هتبقى موجودة امتى؟ في ناس بتعمل كده، انما احنا من فضل ربنا اي حد احنا بنتعامل معاه يعرفوا ان احنا ملتزمين جدا في حتة التوريدات بالكميات اللي مطلوبة منهم هم. تمام. يعني ده اللي بيميز الشركه عندنا ما عن بنقولش تانية. يعني نقدر نقول الالتزام، تمام، المصداقيه، تمام، الامانه، تمام، كل حاجه موجوده في شركه توب فريش من فضل ربنا. مش هيقول لك انا عندي منتج معين سواء خضار او فاكهه وبعرض معين واروح ما الاقيش الحاجه. لا، تمام، هو ده صح. تمام. ده اللي بيميزنا عن غيرنا. تمام. قلت طبعا انك انت يعني اتكلمت عن صعوبات واجهتك اول حاجة اللي هي في شركة انت اشتغلت فيها وتعلمت منها. تمام. واتكلمت انك انت واجهت خسارة مالية في بعض الاحيان. تمام. بسبب حد معين وعديت منها. تمام. عايزك تكلمني عن باقي الصعوبات. اي حد بيبقى داخل اي مجال بيواجه صعوبات كتير جدا، عايز اعرف من حضرتك انت مؤسس شركة توب فريش ايه الصعوبات اللي واجهتك؟ والله يعني زي كل الناس، يعني صعوبات، يعني ممكن في الفتره الحاليه عنده صعوبات في بعض الاصناف انا بوردها ومطلوبه مني يوميا، وفي يعني في تلاعب في اسعارها. يعني وفي المتاح مش قد المطلوب، وهنا انت عايز برضو المواطن عايز توصل له الحاجه بجوده كويسه بسعر مناسب. فدي صعوبات الفتره الحاليه. طيب بخصوص بقى انا بقى عشان اتغلب عليها، معلش انا بكمل بس، عشان اتغلب عليها بدانا نشوف منافس شركه امان، ان احنا هننزل في شركه امان بضائع مدعمه، طبعا دي مبادره السيد رئيس الجمهوريه، هننزل بضائع مدعمه وبنعمل منافس ان شاء الله للشركه في 2024. هيبقى هنبدا بمدينه السادات ان شاء الله، وبعدين هيبقى في التجمع، وبنشوف في اكتوبر ان شاء الله. يعني انت دلوقتي من اهم الصعوبات اللي بتواجه حضرتك
التلاعب بالاسعار. بالظبط. انك انت بتروح تشتري حاجه انت بتزرع ثلاث اصناف. بالظبط. اكيد مش بتزرع الحاجات كلها. بالزبط. فبتضطر انت كشركه توريد محاصيل زراعيه بتشتري من بره. تمام. حاجات فبتفاجئ ان الحاجه ب 100 جنيه بيقولوا لك ب 10. بالظبط. فانت مش هتعرف تشتغل. بالظبط. ففي الوقت ده في تلاعب في الاسعار. بالزبط. والتلاعب في الاسعار يعني للاسف الشديد التلاعب في الاسعار في كل حاجه، وانا عايز اتكلم عن التلاعب في الاسعار تفصيليا، ولكن انت قلت جمله حلوه. اتفضل. ان انا اواجه التلاعب بالاسعار بخطه تسويق ناجحه. تمام. انا لو معايا خطه تسويق ناجحه هقدر يعني اكمل وهقدر اتخطى الصعوبات. لو ما لقيتش من فلان انا هجيب من غيره، ما جبتش من غيره انا هزرع لان عندي تسويق. تمام. طالما ضمن التسويق خلاص. تمام. فعايز اعرف منكم انتم كشركه توب فريش يعني بتعملوا ايه علشان تسوقوا المنتج بتاعكم، وتحديدا انتم بتتعاملوا مع خضروات وفواكه يعني اشياء حساسه جدا. تمام. يعني ممكن الحاجه تقعد يوم وتبوظ، تقعد اسبوع وتبوظ على حسب. بالزبط. الصنف اللي معانا. بصراحة. فبتسوقوا ازاي؟ والله احنا بنعرض على العملاء بتاعتنا كل منتجاتنا، ومن فضل ربنا انا لما باجي اودي لك عينه بيبقى هو العينه اللي راحت لك هي المنتج اللي بينزل لك، يعني مش بديك عينه والمنتج بشكل مختلف، فده برضو اللي مخلينا ناجحين ومكملين من فضل ربنا. طب الصعوبات بتبقى اكتر في الصيف، لان درجه حراره الجو مع تغيرات العوامل الجويه الفاكهه والخضروات زي ما حضرتك قلت كده ليها صلاحيه معينه وروح معين، فبتبدا تهلك وتبوظ فاحنا شغالين من فضل ربنا بالنقل المبرد، يعني بننقل كل منتجاتنا بعربيات مبرده كل اصناف بحسب الحاله المناخيه بتاعته يحتاج تبريد قد ايه. هو كلام سليم. احنا دلوقتي نقلتها بالتبريد، ولكن في نقطه، انا لو نقلتها بالتبريد حتى والحاجه اساسا لو انا مش ضامن تسويق ناجح او مش ضامن تسويق كويس قبل ما انقل الحاجه هتكون باظت. ما هو انا بقول لحضرتك انا مش هو ده بقى شركات التوريد مش بروح اجيب حاجات عشوائي. نقدر نقول بقى هنا سر الصنعه. بالظبط كده. يعني قول لي مش عايز اديك سر الصنعه. لا لا يا باشا. تمام. طيب بخصوص سر الصنعه. تمام. احنا عرفنا ان انت خلاص بتنقل الحاجه بالتبريد والكلام ده. تمام. عايز اعرف دور السوشيال ميديا فرقت معاكم؟ يعني طبعا. ممكن انت قلت شغال من صغرك، فممكن زمان او من فتره ما كانش فيه تسويق سوشيال ميديا. طبعا. كان الواحد بيعتمد انه ينزل ويلف ويروح. تمام. بنفسه. تمام. شايف السوشيال ميديا فرقت في التسويق معاكم قد ايه؟ طبعا اثرت على السوق كله. دلوقتي يعني الشركات الناشئه لسه في 4 شركات داخلين السوق المصري وداخلين باستثمار كبير جدا وفعلا ناجحين جدا. احنا بدأنا من قبل الشركات دي، يعني احنا بدأنا مع بداية الشركة بدأنا فعلا نبيع تسويق الكتروني. احنا مميزين جدا بمحصول البطيخ في الشتاء وفي الصيف من فضل ربنا، يعني السلعة دي لذلك احنا بنزرعها، يعني بدأنا فعلا خطة زراعتها. بس غالي قوي اليومين دول. لا والله لا مش غالي، مش غالي عشان هو شتوي. الشتوي طبعا لان الكميه اللي موجوده او الزراعه اللي موجوده اللي بتنجح عشان تطلع لك بطيخه حمراء وفيها طعم والكلام دوت مش يعني لازم لها عوامل مناخيه، انت عارف البطيخ بيحتاج درجه حراره واحنا ما بنحطلوش كبريت، يعني هو دلوقتي زي الطماطم بتحط لها ماده كبريت اللي هو حقنه كبريتيت عشان تستوي او تدفي الجذع بتاع الثمره نفسه. تمام. احنا البطيخ عندنا مش عموما هو انا حته غالي، انا مش بتكلم على البطيخ بس على فكره، انا بتكلم دلوقتي هكلمك بشكل عام على كل حاجه، بس بما ان انتم متميزين في زراعه البطيخ وان انتم قلت لي بتزرعوا 3 اصناف، فيا ريت تقول لنا على الـ3 اصناف اللي بتزرعوهم ومتميزين بيهم. تمام. هو البطيخ والفراوله والكنتالوب. تمام. كلها فواكه. كلها فواكه. ما بتزرعوش خضروات. الخضروات والله احنا عايزين نشوف حد نشاركه على زراعه بصل وبطاطس لان دي مهمه جدا، يعني اللي حاصل دلوقتي في السوق زي ما اتكلمنا في السلعتين دول يعني حاجه مبالغ فيها. تمام. انت قلت نقطه مهمه في الكلام بخصوص التسويق، قلت في 3 شركات لسه داخلين، بس داخلين براس مال كويس، راس. تمام. المال اللي هم داخلين بيه قوي فمساعدهم انهم يقدروا يشتغلوا بقوه. تمام. فنقدر نقول ان راس المال من اساسيات الشغل. انت حتى لو انت عندك
فكر رائع جدا وفكر ممتاز جدا، ورأس المال اللي معاك ضعيف فهو هيحجمك. ده اللي انت عايز تقوله بالظبط. يعني عايز تقول برغم ان احنا في الصدارة ولكن متحجمين، نفسنا نعمل حاجات تانية كتير، ولكن للأسف الشديد محتاجين مستثمرين يساعدونا. بالظبط، احنا فعلا طرحنا الاستثمار عندنا في الشركة، وبدأنا ب يعني انا بدأت باخواتي وقرايبي، ففعلا وجيراني يعني، ففي استثمار عندي من فضل ربنا. احنا بادئين الاستثمار من سنة، كل الناس اللي حطت معانا فلوس ربنا بيكرمهم، بياخدوا ارباح شهرية، واللي بيعوز يخرج مننا بيقول لنا نديله مبلغه. تمام. بس برضو في وسط ده يعني هو راس المال مهم جدا، لان بيكبر شغلك وبيكبر تجارتك. بس انا بدات الشركه براس مال 20,000 جنيه، والحمد لله دلوقتي احنا في حته تانية. 20,000 جنيه، يعني مش رقم، انا عملت وانشات شركه ب 20,000 جنيه. بالظبط، وبقى ليك اسمك، وبدات تزرع، وبدات تشارك مزارعين والكلام ده كله. بالظبط بالظبط، ده سهله حلوه قوي. يعني انت دلوقتي بتقول لاي حد حتى لو معاك مبلغ بسيط، طول ما انت عندك هدف وعندك طموح بالزبط. هتوصل اللي انت عايزه. بالظبط، انت اجري ورا طموحك وابعد عن المحبطين. تمام، بجد ابعد عن المحبطين، وما تخليش حد يموت حلمك. انا حلمي ده من الطفوله. بس ما كانش حلمي ان انا يبقى عندي شركه تسويق منتجات وكده، لا، كان عندي حلم ان انا ابقى صاحب مثلا علامه تجاريه بتبيع خضار وفاكهه زي اي سوبر ماركت، بس متخصص بالخضار والفاكهه. فالحمد لله مع يعني كان لسه بقى شركات التوريد دي، الكلام ده من يجي 10 سنين 15 سنه كان ما فيش شركات توريد. هو كلامك بصراحه يعني سليم جدا. اي حد المفروض في اي مجال يبعد عن المحبطين. بالظبط، ومن هنا بنوجه رساله لاي حد، انت عندك هدف، عندك طموح، كمل، خليك ورا هدفك، خلي عندك طموح لحد ما توصل لحلمك، ولو وصلت لحلمك خلي عندك حلم اكبر. اوعى تيأس واوعى تستسلم، لان لو استسلمت ويأست الناس اللي هم المحبطين هيبسطوا وهيفرحوا، لان هو ده هدفهم. هم مش عايزينك تنجح، لان هم عايزينك يشوفوك دايما اقل منهم، عايزين يشوفوك دايما مش كبير. انما انت لما بتكبر هم مش عايزين ده، فانت سيبك من المحبطين، سيبك من اللي هم بيدوك يأس، كمل، خليك ورا هدفك، خليك ورا حلمك. خد الاستاذ مصطفى عبده قدوه، بدا ب 20,000 وبقى عنده شركه بسم الله ما شاء الله. طيب، عشان طبعا الوقت خلاص شبه انتهى، عايز اعرف منك التلاعب بالاسعار. بقينا نسمع اسعار كتيره جدا واسعار رهيبه في الخضروات والفواكه، عشان كده كنت بقول لك البطيخ غالي. تمام، بقى نسمع اسعار رهيبه، وتلاقي الحاجه اللي هي بجنيه ب 20 وب 30 دلوقتي، مش ب 10 كمان. طيب سيبك من الاسعار اللي هي المرتفعه، خلينا في البصل. سعر البصل الفترة اللي فاتت بقى أغلى من المانجا، ليه سعر البصل بقى زايد قوي كده؟ وما عادش فيه مانجا بيقولوا في الكنترول كمان. هقول لحضرتك بالنسبة بقى لجزئية البصل. السنة اللي فاتت كان في زراعة كتيرة جدا فيه. يعني أنا هكلمك على سعره من السنة اللي فاتت للسنة دي. السنة اللي فاتت سعره لا يتخطى الستة جنيه أو السبعة جنيه، ده للمستهلك. يعني بعد المزارع والتاجر ويروح للمستهلك ب 7 8 جنيه. دلوقتي هو 35 و40 كمان. في ناس بتبيع ب 40 جنيه. طب ايه اللي وصل ده من السنه اللي فاتت للسنه دي كده؟ المزارع شايف ان هو زرع كتير فما ادتلوش العائد اللي هو كان مستهدفه من الزراعه. ودي الاستغلال برضه؟ ولا دي حته الفلاح. الاستغلال بقى جه السنه دي. جه السنه دي ازاي بقى؟ احنا طبعا مع الازمه الاقتصاديه وازمه الدولار والكلام ده، ربنا كرمنا السنه دي مصر صدرت بصل لكذا دوله منهم دول اوروبيه. كان البصل بيتصدر، يعني احنا بنصدر، يعني المفروض ما يبقاش غالي. عندنا تصدير، لا هو مش التصدير اللي غلاه. احنا يعني البصل، يعني انا قصدي احنا عندنا فائض، فازاي يبقى غالي عندنا؟ كمان الدوله وقفت تصدير البصل عشان يبقى موجود في السوق المحلي. هنا بقى دور التلاعب بالاسعار. يعني في ناس البصل كان في السوق العبور مثلا، لو حضرتك متابع في سوق العبور كان ب 17 جنيه الاسبوع اللي فات. النهارده ب 27 و30. 27 و30 جنيه البصل. بالظبط، من 17 ل 27 يعني 10 جنيه في اسبوع. طب زاد ليه؟ في ناس ابتدت تاخد الكميات وتخزنها بسعر وتبيعها بالسعر بعد رفعه. فده اللي غلاه. تمام،
هو طبعا انا نفسي اتكلم معاك اكتر من كده، بس طبعا نزلوا التتر والوقت خلص. استاذ مصطفى عبده بشكرك وشرفتنا ونورتنا في برنامج حلم حياه، وان شاء الله لنا يعني حلقات قادمه باذن الله نستكمل فيها الحديث، لان الموضوع ده محتاج حلقات وتحديدا تلعبوا في الاسعار والكلام ده. بشكرك جدا وشرفت ونورت برنامج حلم حياه. اعزائي المشاهدين، كنتم معنا في برنامج حلم حياه، وانتظرونا ان شاء الله في الحلقات القادمه.